السيد المستشار المحترم، في البداية بغيت نشير أن قطاع النقل الجوي عرف انتعاش ملموس خلال سنة 23، مساهما بذلك في استعادة الدينامية الاقتصادية لقطاع السياحة، حيث عرفت المطارات المغربية عبور حوالي 27 مليون مسافر في ظروف عموما جيدة، أي بزيادة 8% مقارنة مع سنة 2019 و 10% فيما يخص النقل الدولي، وهذه أرقام جد مريحة. والمكتب الوطني للمطارات تتوفر على مخطط استراتيجي تيرتكز على 5 ديال المحاور: تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين في قطاع النقل الجوي، الابتكار في تجويد الخدمات، تحسين البنية التحتية من أجل نمو مستدام، وتنمية الرأس المال البشري، والأخير هو الانفتاح على العالم. وفقاً لتصنيف المجلس الدولي للمطارات ACI، احتل مطار مراكش المرتبة 15 ومطار الدار البيضاء المرتبة 8 ضمن ال 54 مطار اللي تتربط بهما رحلات جوية. يعني 54 مطار مرتبطة بالدار البيضاء ومراكش، فالدار البيضاء مرقم 8 ومراكش مرقم 15، وحسب هذا تجي حسب استطلاع رأي المسافرين في جودة الخدمات. ما تمنعش بأنه بعض المرات المسافر يوقع له مشكل، ولكن إجمالا هذه هي الأرقام. من جهة أخرى المكتب تعمل جاهدا على عدد من الأوراش باش يطور الطاقة الاستيعابية للمطارات، يطور التجهيزات بهذه المطارات، يحسن من الاستقبال ومن جودة المرافق والخدمات المقدمة للمرتفقين، من ضمنها بالسهر على شركات المناولة. وفي هذا الإطار اتخذ مجموعة من التدابير باش يطور الجودة، بالطبع خصص ركن للتواصل مع المسافرين، عزز نقاط توجيه المسافرين بالمطارات، توفر خدمة الاتصال بالإنترنت مجانا بالمطارات، نجز عدد من التدابير الاستعجالية باش يحسن ظروف الاستقبال بمطارات الدار البيضاء وأكادير ومراكش وطنجة باش يعممها بمختلف المطارات، اعتمد الأبواب الذكية بمطارات الدار البيضاء ومراكش المنارة، تحسن نظام معالجة الأمتعة من خلال العمل بنظام معلوماتي يمكن من تتبع ورصد العوارض بالمطارات لاتخاذ التدابير الضرورية، توفر أيضا ممرات خاصة للتوقف السريع للسيارات بالمطارات الرئيسية للمملكة، كما أنه أطلق نظام معلوماتي لخدمة الشباك الوحيد بمطار مراكش النارة، وأخيرا عزز العرض التجاري بمختلف مطاراته. ويقوم أيضا المكتب بالتنسيق مع مختلف الشركاء خلال فترة الذروة التي تتزامن مع عملية المرحبة على سبيل المثال أو العطار، باش يوفر ظروف ملائمة لاستقبال المسافرين في أحسن الظروف. شكرا.